رح نروح هلأ للأطفال والأمهات. تطور اللغة ومهارات التواصل هو أمر مهم جدا للغاية، وخصوصا بمرحلة الطفولة المبكرة، فهي بتساعد الطفل على التعلم المبكر واكتساب المهارات الاجتماعية. كيف ممكن تساهم الأم بتعزيز النمو اللغوي عند الأطفال؟ هاي الخطوات رح تعرفنا عليها أكيد ضيفتنا، اختصاصية بعلاج النطق وتقويم الكلام عند الأطفال، ولا الحسن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين فيكم. صباحك يسعد. صباحك. يعني موضوع كتير مهم ولا بدنا نحكي فيه. تمام. خلينا أول شيء هيك نعرف مشاهدينا على سن النطق إمتى. يعني في كتير أشخاص بيقولوا ببلش بهذا الوقت، لا بدنا نتعرف على التفصيل الصحيح من هيك. تمام. بالنسبة لمراحل تطور الطفل للنطق بتبلش من مرحلة الولادة، من أول ما يكون بالشهور الأولى. في شيء اسمه التصويت الفطري، هذا ببلش الطفل بتواصل فيه مع الأم ليعبر على احتياجاته من ناحية البكاء، أو حتى لما بنشوف الطفل بتواصل لما بيسكت دليل أنه سمع صوت الأم، هي بالمرحلة الأولى من الشهور. بنجي للأربع شهور ببلش الطفل بيطلع مرحلة المناغة، وببلش عنده الأصوات، هي اسمها لعب القناة الصوتية، ببلش بتطور الأصوات. بعد هيك ببلش بالمرحلة القصدية، هون ست شهور تبلش هاي الأصوات اللي كان عم يطلعها بالمرحلة الأولى صارت هي قصدية وإلى هدف، بلش يقصد فيها لحتى يتواصل. بعدين نحن في شيء اسمه الفروق الفردية، أحيانا نشوف أطفال بتتصهر عندهم الكلمة الأولى ممكن على 8 شهور ممكن على 9، بس لكن العمر المثالي ممكن نقول على عمر 12 شهر ببلش الكلمة الأولى عند الطفل، وببلش بقى عنده كلمات. طبعا نحن هون نقول عنا الفهم بيكون أعلى من الإنتاج. تمام. فنحن خلينا نقول إنه السن تقريبا الطبيعي هو بعمر 12 شهر الطفل ببلش كلمته الأولى. طيب أستاذة ولاء، خلينا نحكي يمكن عن أهمية هاي المهارات اللغوية وكيفية إدارتها، إذا فينا نقول من إمتى لازم، مثل ما قلتي من عمر 12 شهر ببلش يمكن. خلينا نحكي كيف ممكن بداية إدارتها، كيف بعرف إذا غلط ولا صح، في عنده مشكلة بالنطق أو لا. تمام. بالنسبة اليوم نحن لما تجي الأم تشوف تطور الطفل إذا هو فعلا طبيعي ولا لا، لازم تعرف أنه دائما المهارات اللغة تنقسم للشقين. الشق الأول هو اللغة الاستقبالية، تمام، والشق الثاني هو اللغة التعبيرية. لما بيكون الطفل عنده خلل بمستوى اللغة الاستقبالية هو الفهم، يعني لما أنا الطفل مثلا بسأله وين عينك وما بدل، وين أنفك ما بدل، أعطيني مثلا صحن، ما بيستجيب، ما بيفهم الأوامر، هي اسمها فهم على مستوى اللغة الاستقبالية. ممكن نلاقي أطفال عندهم فيها خلل. الأطفال في مجموعة تانية لا، الاستيعاب عندهم منيح ولكن ما بيستخدموا الكلام، مفرداتهم كتير قليلة. فنحن هون نجي بنقول نحن لحتى نعرف إنه الطفل فعلا عم يتطور عنده الكلام ولا في مؤشرات، لازم الأم تعرف العمر مو الجسمي له، العمر النمو اللغوي. يعني أنا اليوم الطفل اللي عمره سنة المفروض يحكي جملة من كلمة، بالسنتين ده تطور الجملة لتصير من كلمتين، بثلاث سنين صارت ثلاثة وعم تتعقد. فلما مو معقول، مو من المنطق شوف طفل عمره ثلاث سنين ولهلأ عم يحكي بجملة من كلمة أو من كلمتين ومفرداته كتير محدودة. نعم. يعني بلا هون دور الأم ومهمة الأم هي مراقبة الطفل بمراحل تطور النطق عنده. مجموعة من الوسائل اللي ممكن تساعد الأم على أنه تقدر توصل الفكرة للطفل، من خلال الرسومات، من خلال أيضا شغلات معينة، تحكي لنا شوي عنها. طيب. يعني بالبداية لما بنحكي نحن على شيء اسمه مسيرات لغوية، تمام، الطفل اليوم الكلام بالنسبة له بدون معين أو مسير بصري يتعامل فيه صعب شوي. فاليوم لما الام بدنا تشوف انه عند الطفل، احنا بنقول اساسيات تعلم اللغه هو انه الفكره انه يكون عنده مفردات. ففي اول شيء عندنا المخزون اللغوي بالاضافه للتحفيز اللغوي. بالمخزون اللغوي احنا بنحاول نستخدم مسيرات بصريه مثل هدول مثلا البازل لنعلم الطفل اسماء الحيوانات، تمام، لنشكل عند الطفل حصيله لغويه. فنحن بكل مجموعه بنختار مثلا انواع من الالعاب اللي بتخزن فيها الطفل الكلمات. احنا بكل مجموعه ممكن يكون عندنا مجموعه خضار، مجموعه فواكه، مجموعة يعني الشغلات اللي ممكن يشوفها الطفل بحياته ويتعامل فيها. لأنه نحن لازم نعرف أنه الطفل لازم بكل مجموعة كمعيار لازم عنا من 10 كلمات ل 12 كلمة، تمام، بس يصير عنا مفردات نحن بنحاول نطورها للجمل. هلأ حتى بالوسائل هون أنا جايبة معي، هلأ نحن صرنا نشوفهم موجودين بالسوق، هن بيحفزوا الطفل على تطور الكلام واللغة. فالفكرة أنه ما عادت القصة هي جامدة وما عادت هي صورة. يعني هون مثلا أنا عم علمه أنه هي السلحفة، مين أنا، عم استخدم الضمير، الطفل عم يحرك عم يقول أنا سلحفة. تمام. جينا لهون أنا مين، أنا دلفين. نرفع إيدينا شوي مشان تظهر على الكاميرا. حلو. يعني الفكرة كتير لما حلوة لما نستخدم وسائل محببة للطفل. تمام. اليوم اللغة والكلام والنطق لازم تكون فيها متعة،
ما تكون هي تجربه بالنسبه له ما بيحب يكررها. نحن لازم نعرف انه هو هذا بيستخدم اسلوب اللعب. انا حبيته ايه. فاذا نحن الكبار بنحب نتعلم بهيك وسائل، فكيف طفل انا عم خزن؟ يعني هون اليوم كثير هون الافعال بهي القصه، الطفل بيتعلم شو عم يعمل. هذا الكلب مثلا عم يلعب، فهون بيحرك بشو عم يلعب، عم يحرك انه ذنبه. هون مثلا مثل هون شو عم يعمل، انا مثلا هذا فار، هذا نايم مستيقظ. فهون هي الحركات لما الطفل بيصير بيلعب بهدول، هون عم يتعلم طفل جوا وبرا، هي مفاهيم خارج داخل. بس اليوم انت ما فيكي بس بالكلام تحطي الولد ونحن بدون اي مسير بصري، يعني هي اللي صار التعليم الحديث صحيح. بيعتمد على الوسائل، بيعتمد على الشغلات اللي بتحفز عند الطفل. فانه مهم اليوم حتى القصص اليوم لما الام تستخدمها كمان بدها تستخدمها باسلوب من التشويق والشيء المحبب للطفل لحتى فعلا يتفاعل وما يكون تجربه ممله له. بالوسائل حتى انا جايبه اليوم معنا نحن كمان كيف نحن بدنا نعلم الطفل انه يسرد احداث قصه. القصه كثير مهمه، ولكن هي القصه مو مثل ما نحن تعودنا وتعلمنا انه نحن نشوفها بس انه قبل النوم بنسمعها. القصه لازم هو يرتبها الطفل. نعم تمام. يعرف تخيل، خلينا نعرضها شوي ولا بس مثلا هون نحن القصه مثل ما قلنا لنا احداث بيرتبها الطفل، بيعرف شو الفكره من الصوره اللي موجوده قدامه، بيرتب قبل اول شو صار، اخر حدث شو صار. لما نحن بنعلم الطفل القصه وكيف الاحداث عم تصير، صار سهل عليه نقل الاحداث اليوميه اللي بتصير معه. يعني اليوم عند الام كثير مشاكل، لك بيروح على الروضه وبيرجع ما بيقول لي شو عمل. طب انت علمتيه كيف يسرد قصص، كيف يعرف يركب جمله وفيها فعل معين هو اللي يسرد لك اياه. هذا الشيء مهم اكيد. كمان عم نشوف بعض الادوات. كمان كان بدي اسالك خلينا نحكي عن اختلاف الاساليب حسب الاعمار. يعني وحسب حتى في البعض بيكون عندهم مشاكل، البعض ما عندهم. لا نعرف حتى هي الوسائل طبعا ممكن تفيد الاطفال اللي عندهم طبعا مشاكل. اكيد، لانه اليوم الاطفال يلي في اطفال تتعلم بالمسير البصري في كصوره، وفي اطفال لا بتتعلم مو بس بالمسير البصري، بدها شيء لمسي. فاحيانا بنستخدم كمان المجسمات ليحس فيها، ليعرف انه شو عم بقصد بالكلمه اللي انا عم بقولها، ليرمزها صح ويخزنها بضمن مفرداته بطريقه صحيحه. اليوم نحن عم نتعامل مع حالات اللي هن من ذوي اعاقه، عم نستخدم هي الوسائل، وهي طبعا اساليب مهمه لتحقيق الأهداف التربوية اللي إحنا بنحطها حتى بالنسبة للأطفال الطبيعيين وبمراحل الأولى وبمراحل اللي هو قبل 5 سنين، وهي المرحلة الذهبية باكتساب الكلام واللغة. مهم نحن نتعامل بوسائل محببة للطفل أساساً لحتى نزيد عنده الحصيلة اللغوية. ولا دائماً بنشوف في أطفال متفوقين عن أطفال تانين بالمهارات اللغوية تماما. دليل إنه الطفل بيتعامل اليوم عنده مشكلة الأم إنه بتحط الولد قدام التلفزيون بتفكر إنه هي عم تعلمه الكلام. فعلياً إنه الطفل إنه إذا بعطيه لعبة وسيلة تعليمية يلعب فيها ويتعلم فيها المهارات اللغوية، هو هذا أفضل بكثير، وهو بصير متفوق عن رفقاته بالمهارات اللغوية. هون أنا مثلا نحن عنا البطاقات، ممكن حكيتي عن الأعمار يلي أنا كيف بدي أتعامل مع الطفل وكيف استخدم هاي الوسائل. بالبزل فينا الأعمار الصغيرة اللي بدي بلش بس علمون المفردات، وعمره اللغوي هو بيكون من السنة وطالع، يعني أنا عم بعمل مخزون لغوي. بعمر السنتين بده يبلش يركب جملة طلبية، فبتكون وسائل تانية. بعمر 3 سنين بلشنا نتعلم مفاهيم أعلى، فهون بده يتعلم مثلا من 3 وطالع إنه شيء اسمه فاضي ومليان، إنه أنا ممكن أعرض له صورة وبده يقول لي شو عم يشوف. وهون نحن حاطين مربعين ممكن نستخدم مكعبات عشان يعرف إنه هو عم ينتج جملة من كلمتين، إيد فاضية، إيد مليانة. تمام، ممكن سلة فاضية، سلة مليانة. ممكن تحط الأم نموذج محسوس قدامه، تحط شيء قدامه وسيلة إنه فعلا تخليه يميز شو الفاضي وشو المليان. هون هو عم ينتج جملة فيها كلمتين تمام، وعم يعرف إنه هو عم يركب هي الجملة وعم يعطي فيها الصفة والموصوف. هي اسمها قواعد. يعني احنا اليوم اللغه هي بتعتمد كمان فيها مكونات كثير، مو بس انه انا حكيت مفردات وحكيت جمله طلبيه، اكيد هي فيها قواعد وفيها نظام. نعم. بيربط بيناتهم من احرف جر لحرف العطف وكيف استخدامه للشيء الدلالي. يعني في كثير احرف يمكن بيلاقي الطفل صعوبه طبعا بانه يلفظها. يعني هون الام امام يمكن بتواجه، يمكن ما راح نقول هي مشكله لانه طبعا هي كل الاطفال بيمروا فيها. طبعا يعني ممكن احيانا حرف الراء يلدغوا فيه، حرف السين، فهون يمكن الام عندها مهمه جديده انه هي لا تحرضه انه اكثر من مره تقوله قدامه بطريقه صحيحه ليقدر هو ذاكرته. تماما. خلينا نحكي عن الموضوع. تمام. هلا هون انت صرتي عم تحكي عن مهارات النطقيه، نحن هون كنا عم نحكي عن المهارات اللغويه. تماما. مهارات النطق انه كيف نحن نعمل نظام صوتي للطفل صحيح يكتسبه بالعمر المناسب. مثل ما قلنا نحن العمر من السنه للعمر ال5 سنين ببلش هي المرحله الذهبيه لاكتساب الاصوات، وهون الطفل لازم يكون عم يخزن الاصوات عن طريقه السمع بطريقه صحيحه. يعني اليوم نحن بنشوف الام تستخدم كلمات
معنى صحيحة مع الطفل واستخ كلمات مختصرة، وأحيانا تستخدم طريقة نطقه هو، يعني إنه بتنبسط بأنه تختصر له من الكلمة أو تقلده بالحكي. هلا هذا ما هو نموذج صحيح أبدا لاكتساب الأصوات، لأنه لازم يعرف إنه كل كلمة هي بتتكون من وحدات صوتية، والمفروض الطفل يخزنها بطريقة صح ويعرف إنتاجها. وأهم شيء إنه نحن لما بنجي نعلم الطفل مثلا مثل بموضوع النطق، الطفل مثلا ممكن يحذف من الكلمة الصامت الأول مثلا أو الحرف الأول، فمثلا بيقول حليب فبيقول ليب بدل حليب، تمام؟ فهون شو بتعمل الأم؟ ليب، فهي بتفهم عليه هذا غلط. أنت المفروض هون تقدمي له للطفل الكلمة بالطريقة الصحيحة، وما تطلبي منه قول قول قول، لأنه هي بتعمل عنده تجربة مملة وعناد، بصير ردة فعل إنه أنا ما بدي أقول للكلمة الصح. لا، أنت مهمتك إنك أنت أنت شو بدك؟ بدك حليب؟ يعني أنا بقدم النموذج بطريقة صح، وبحاول أعمل إبراز سمعي للصوت اللي هو حذفه لحتى يعرف وين هو الصوت اللي ما عم يقوله، تمام؟ فطبعاً مهم بالفترة الأولى إنه نحن كيف نخزن الأصوات. طبعاً في عنا أصوات تكتسب بمرحلة مبكرة، في أصوات بالمرحلة المتوسطة والمتأخرة مثل الصوت الرهوة، من الأصوات لآخر أصوات ممكن يكتسبها الطفل، لأنه هي بحاجة لكفاءة عالية وأداء حركي عالي من الطفل. فنحن ممكن نعطيه من حد 5 سنين لست سنين لحتى يكتسبه. في حال لقينا في مشكلة أكيد طبعاً بنتدخل لحتى نعطي اللسان كفاءة عالية بهذا الأداء، لأنه بيحتاج أداء حركي. طيب خلينا نحكي بختام حديثنا لليوم عن أهم النصائح اللي تحبي توجهيها لكل أم، وأهم يعني خليني أقول الأشياء الخاطئة الشائعة اللي هي بتتبعها واللي ممكن هلأ ننبهها عليهم لحتى تستفيد بتقوية المهارات اللغوية عند أطفالها. تمام. هلأ النصيحة الأولى إنه هي لما بتتعامل مع الطفل المفروض تحاول تشجعه على الكلام، ما تحاول تعطيه نوع من الأسئلة بيختصر على إيه ولا. يعني لما تجي تقول له مثلا بدك تاكل إيه أو لا، هذا غلط. بالعكس، تسأله شو بدك تاكل، تخليه يسمي. إذا كان في صعوبة تخليه تحط له صنفين يختاروا، بدك مثلا رز ولا معكرونة. خلينا نعلم الطفل إنه يحكي، ما نختصر كلامنا بإيه ولا وبالنفي والإثبات. فهون لازم تكون إحنا نقيد الأسئلة اللي هي بتعتمد على الإيه ولا، ونحاول نشجع الطفل على إنتاج الكلمات والإجابة على الأسئلة فعلا تحتاج منه مهارات لغوية. نشجع الطفل على إنه كمان ينتج جمل معقدة، ممكن تستخدم وسائل بالفترة الأولى لحتى تعلمه ضمائر، تعلمه أسماء الإشارة، تعلمه الأحرف العطف كيف تستخدم، أحرف نعم. الجر، هذا الشيء مهم. النصيحة بالنسبة إنه مثل ما قلنا إنه ما نحط الولد على التلفزيون نعتبره إنه هو المعلم الأول، هو ما أنا معلم أول. تحاول تستخدم معه أسلوب الغناء، تستخدم معه ألعاب يلي هي مثل الألعاب بتحفز الكلام، كمان هي مهمة وضرورية بالنسبة للأم. بالإضافة كمان إنه أنا بقدم نصيحة للأمهات إنه نحنا ما نستخدم الكلام الطفولي ونعتبره إنه شيء حلو من مع الولد، لأنه فعلًا هو عم يفقد الطفل كل الأصوات النطق اللي لازم يكتسبها بالعمر الصحيح. وبالإضافة إنه نحنا إذا حسينا المحيط اللغوي بالنسبة له ضعيف، لازم إما نتحول لمرحلة رياض الأطفال أو مسيرات لغوية حواليه. نعم، يعني مع هالتفاصيل اللي حضرتك حكيتيها بدنا نشكر وجودك معنا ولاء الحسن. شكرا لكم، شكرا لك، وشكرا لوقتك، وشكرا للشغلات اللي جبتي لنا اياها. شكرا لكم، شكرا للاستضافه. شكرا لك، واكيد بنتمنى كل السيدات اللي تابعونا اليوم والامهات يكونوا استفادوا من هالمعلومات. شكرا لكم.